أنا مهتمة إنه أنا أرجع تاني للوضع الاقتصادي وتأثيره على أهلنا في لبنان، وعشان كده معانا السيد رفيق شلالة من بيروت، نيكولا شيخاني الخبير الاقتصادي. أهلا وسهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير. أهلا بيك. عايزة أعرف يعني بما أنك أنت خبير في الوضع الاقتصادي، ممكن تقول لنا يعني لبنان في الأزمة دي محتاجة يعني دعم ممكن يكون لفترة قد إيه من الوقت، وإيه اللي ممكن يكون محتاج له؟ أول شيء وبدي حيي المشاهدين المصريين وأشكرهم على لبنان والشعب اللبناني. نحن كثير فخورين بلد خي مثل مصر. الحاله الاقتصاديه بلبنان حاله كثير يعني يرسل تعرفي قبل الانفجار القنبله النوويه الحاله الاقتصاديه بلبنان كانت عدم يعني واقفين احنا على كارثه انهيار اقتصادي ويمكن نجاح. اليوم مع القنبلة الذرية المفجرة في بيروت تهدم تقريبا 300,000 منزل و 20,000 شركة صغيرة ومتوسطة. هذا يعمل عكس على كارثة هائل على الاقتصاد اللبناني، لأنه الناتج المحلي اللي كان متوقع أن يكون بال 2020 64 مليار دولار إذا 35 مليار. هيدي كارثة اقتصادية كبيرة بالعالم وبتاريخ البشرية، لأنه الدين على الناتج المحلي بلبنان رح يرتفع ل 300%. ومعيار الستاندرد تبع الاو اي سي دي هو 70%، يعني 70% هو اكسبتبل، ل 30% بنشوف الانعدام الاقتصادي. هيدي كارثه يعني بتاريخ البشريه ما قدرنا ايش، لانه في عندنا عجز بالدوله، في عندنا افلاس بالبنك المركزي، في عندنا افلاس بالبنوك، في عندنا اقتصاد يكون عدل. هيدي خمس كوارث بكارثه وحده، وفي عندنا اخيرا الانفجار النووي صار بلبنان. يعني شو بدي خبرك؟ لبنان كان بده يمكن ثلاث اربع خمس سنين على اجراء. اليوم انا بقول لك اربع خمس سنين؟ هلا بدنا 10 سنين لنظهر بالمالية. رح يصير في كثير مجاعة، رح يكون في كثير يعني تحت خط الفقر. اليوم البنك العالمي انه 70 ل 80% من اللبنانيه رح يكونوا تحت خط الفقر. رح نحكي اون افريج مناطق يمكن يكون 90% من مناطق يعني هيدي كارثه طبعا كارثه. أسألك سؤال سيد نيكولا، احنا دلوقتي عارفين انه هذا المرفأ كان بيدر دخل لبيروت، وكان الدخل ده سنويا وبيزيد، وهو معبر اقتصادي مهم جدا للبنان كلها. هذه الأموال توقفت حاليا، ايه هي القطاعات المتضررة من ذلك؟ اول شيء لبنان كان يمرق في 70% من الاقتصاد اللبناني، 70% يمر فيه. اليوم تدمر يعني صار رماد. شو معناتها؟ يعني اليوم المواد الاوليه مثل الاكل والبضائع الاوليه اللي بيعوزها المستهلك رح تنسقف. هلا هو رح معقول يجوا مساعدات من برا شهرين يتطبق مساعدات، بس البضائع العاديه كمان اليوم اذا فرينابل السياره انتزع ما في لا قطع، يعني البلد كله رح يتضرر. رح يوطي الناتج المحلي اللبناني، رح يضرب النمو الاقتصادي، ورح يوطي مدخول الدولة اللي هو اوريدي يوطي. وكان عم يحكوا عن مدفع طرابلس معقول يحل محل بيروت، بس ما في حل يعني فينا نجيب البضائع الاوليه من طرابلس.
بس الاقتصاد بالكامل انضرب، لانه 70% كان يمر باقتصاد بمدفأ بيروت، دونك اليوم ما في مدفأ بيروت بقى، ما في بقى اقتصاد، ما في بقى ستوكات ومخازن للبضائع موجوده لانه كلها اتدمرت، في بعد شوي بائعين البضائع بس هيدي رح تخلص يعني من هلا لجمعه اثنين ثلاثه شهر كل الستوكات عند البائعين بيخلصوا وما فينا بقى نستورد. وفايتين على اساس انسانيه معموله اقتصاديه انسانيه، يعني عم مثل اثيوبيا مثل ايام زمان، هلا اثيوبيا صارت منيحه يعني كارثه مثل فنزويلا واكثر. أنا بشكرك جدا سيد نيكولا شيخاني الخبير المالي من بيروت.